مع سميرة على راديو دوزام. صباحكم سعيد، أهلا ومرحبا بكم مستمعين على أمواج راديو دوزام. مرحبا بكم في كل وتمعن لنهار اليوم. معنا كالعادة سي نبيل العياشي. صباح النور. صباح الخير لسميرة، وصباح الخير السادة المستمعين. نتمنوا لكم اللي كنت يسمعنا في صحة جيدة، وخا مع هذا البرد والشتاء ياك ما كاين حتى شي حاجة فصل الربيع، كل شيء ولا مقلوب. يا بلو دو سيزون. نعم، ف هذا هو الشيء واقع في العالم كامل الان. ونرجعوا دائما الناس الغيوان اللي تيقولوا سبحان الله صيفنا ولا شتوى. والله لا تماما تماما، الله ودي الله فصل الربيع في البلدان خريف، ولا عندنا حنا الشتاء. والحمد لله على الشتوى، الحمد لله تماما. تحيه لهم، تحيه لكل المستمعين على امواج راديو دوزام. اذا كيف ما شفتوا جاء فصل الربيع، يوم 21 مارس، وبهذا فصل الربيع دخل موسم جديد علينا، موسم غذائي كذلك بالتالي. فاليوم غادي نتعرفوا على النصائح الغذائيه اللي خاصنا نتبعوها في هذا الموسم هذا، استعدادا لموسم الصيف. لان كما تيقول سي نبيل العياشي دائما، ماشي حتى يجي الموسم عاد باش نتحزموا ليه، ياك خاصنا نوجدوا على اتساع. صح، ففصل الربيع هو هي الامور، يعني كيف ما تنقولوا دائما هي الامور مقاده. من تنهضروا على التغذيه، هناك اغذيه اللي تتكون في فصل ديال الشتاء استعدادا لفصل الربيع، هناك اغذيه لفصل الربيع استعدادا لفصل الصيف. وهناك كذلك علاقه ما بين هذه التغذيه والاحتياجات ديال الجسم مقارنه مع الفصول. نعطيك مثال بسيط جدا. فالاغذيه تنقولوا دائما حنا بان هناك الاغذيه الطاقيه، وهناك الاغذيه اللي الهدف ديالها ماشي طاقي ولكن باش تعطينا فيتامينات، وهناك اغذيه اللي الهدف ديالها ماشي الطاقه والفيتامينات هو الاملاح المعدنيه، هناك اغذيه اللي الهدف ديالها ما هو لا فيتامينات ولا املاح معدنيه ولا طاقه باش تعطينا الماء ولا باش تعطينا الياف وهكذا. فبطبيعه الحال الاحتياجات ديال الجسم ديالنا تتختلف من فصل الى اخر. فهناك الفصول اللي الجسم تيكون ديالنا محتاج فيها الفيتامينات، هناك فصول اللي الجسم ديالنا تيكون محتاج فيها الماء، وهناك فصول اللي الجسم ديالنا تيكون محتاج الى الطاقه. منين هضرنا على فصل الخريف وفصل الشتاء، شفنا بان فصل الخريف هناك الاغذيه الطاقيه استعدادا لفصل الشتاء، وشفنا بان كاين هناك زيت الزيتون، كاين هناك القطاني، كاين هناك الى اخره. الان فصل الربيع استعدادا لفصل الصيف. تنعرفوا بان فصل الشتاء اولا تتقل الحركه بشكل كبير جدا، البرد نهار قصير ما كاينش هناك حركه، عدم وجود حركه يعني عدم التخلص من بعض السموم اللي تندخلوها الجسم ديالنا، لان باش نحيدوا السموم من الجسم كاين ثلاثه ولا اربعه ديال 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 الطرق، كاين اما عن طريق الرئه بطبيعه الحال الهواء، كاين عزكم الله عن طريق البول، كاين عزكم الله كذلك عن طريق الخروج ديالنا. فهذه الطرق باش نحيدوا، او عن طريق العرق، هذه الطرق باش نحيدوا السموم. فمني تنجيو نشوفوا بان هاد الاغذيه اللي كيعرفوا انت نشوفوا بان الحركه قلات بزاف فصل الشتاء، وبالتالي فاجات هذيك السموم اللي تنحيدوا عن طريق الحركه ما خرجاتش، وبالتالي كاين هناك سموم عالقه داخل الجسم ديالنا. فالهدف من التغذيه فصل الربيع هو اولا تقويه بعض الاعضاء في الجسم ديالنا لفصل الصيف استعدادا لفصل الصيف، كالجلد وكالشعر، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه هو التخلص من السموم اللي تتكون عالقه في الجسم ديالنا، لان ملي تبدا فصل الربيع بنادم تبدا يخرج، تبدا النهار يطوال الى اخره. فهاد الاغذيه دي اللي كاينه في فصل الربيع هي اغذيه تختلف بشكل كبير عن اغذيه فصل الشتاء وعن اغذيه فصل الصيف. اغذيه فصل الصيف هي الفواكه بامتياز، اغذيه فصل الشتاء هي الاغذيه الطاقيه بامتياز، القطاني، زيت البلديه الى اخره. اغذيه فصل الربيع هي اغذيه الالياف الغذائيه، اذا الخضر والاملاح المعدنيه بامتياز. تبارك الله عليك. ففصل الصيف فصل الربيع عفوا هو فصل الخضر، تلقوا ربما فاكهه او لا فاكهتين، اختلاف فصل الصيف اللي تلقوا لائحه طويله ديال الفواكه، ولكن تلقوا بزاف الخضر، والخضر الخضراء الجدريه، الخضراء والجدريه نعم، يعني تلقوا القوق، تلقوا الجلبانه، تلقوا الخرشف، تلقوا السلق، تلقوا البقوله، تلقوا الفول، فكلها هذه تلقوا الفجل، فكلها هذه خضر ديال فصل الربيع. قالوا هذه الخضر اشنو الهدف منها ولا شنو المكونات ديالها الا بغينا نهضروا عليها بشكل عام. فهاد الخضر اولا ما يمكنناش نعتمدوا عليها كطاقه، هي ماشي خضر اللي غتعطيني طاقه، يعني ملي غنهضر مثلا على الخرشف، ولا ملي غنهضر مثلا على الفجل، ولا ملي غنهضر على الفول ولا الجلبانه، ماشي اغذيه اللي غتجيب لي طاقه بشكل كبير.
هي اغذيه للهدف منها هما الاملاح المعدنيه وخصوصا ماده البوتاسيوم. الاهداف منها هما الالياف الغذائيه من اجل التخلص من سموم اللي كاينه في الجسم ديالي. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه هي اغذيه اللي غنيه بالفلافونويد الفلافونويدات، وهذه الفلافونويدات اللي تتمشي باش تعطيني تقويه في على مستوى الجلد ديالي وتقويه على مستوى الشعر من اجل الاستعداد لارتفاع في درجه الحراره اللي غادي يكون عندي في فصل الصيف. احنا دائما تنقولوا ان الاستعداد ما يمكنش يتم بين عشيه وضحاها، راه ماشي اليوم خديت هذه الاغذيه غدا غادي تعطيني نتيجه، لا، فالاستعداد تيخصو وقت، وهذا الوقت بطبيعه الحال داكشي علاش الاغذيه دائما تتقوي تتلعب دور ديال الفصل هو بنفسه، وتتلعب كذلك الدور ديال الفصل اللي هو قادم. لهذا فصل الربيع هو ماشي فصل اللحوم كما يظن البعض. هذا ما تينيش اننا ما ناكلوش اللحوم، ممكن نتناولوا بطبيعه الحال اللحم ولكن ما نكثروش، ولكن هو فصل الخضر، والخضر الربيعيه هي خضر اللي تتبان في هذا الوقت وتتمشي. نعطي مثال، مثلا نضرب الخرشف، الخرشف ما يمكنش تلقاه في الصيف، او لا ما يمكنش تلقاه جلبانه في الصيف بطبيعه الحال، تنظري لما كانش اون كونسيرفاسيون الناس اللي غادي يجمدوها هذا موضوع اخر، ولكن هي خضر اللي عندها الوقت ديالها، وقت ما تجي تتبان فيه وتتمشي. هذاك الوقت اللي تتبين فيه هذيك الخضر هنا فين خصنا نكثروا من الاستهلاك ديالها. فنتنظروا على الفول مثلا، ممكن استهلاك الفول بطريقه مباشره وبطريقه غير مباشره، ممكن نديروا الفول بالقشور ديالو تنديروه كشلاضه، ممكن نديروه كطبق يعني مع البلبوله ديال الشعير مثلا، تنديروا بلبوله الشعير بحال تيجي بلبوله الشعير مع الفول، كاين اللي تيدير سايكوك بالبلبوله والفول. فهنا الاستهلاك ديال هذه الاغذيه هذه تيسد الاحتياجات ديالي من مجموعه كبيره من الاملاح المعدنيه اللي صعيب انني نلقاها في اغذيه اخرى. ولهذا فما يمكنش نعتمد على غذاء واحد، فملي تنهضروا على الفصول عامه وخصوصا فصل الربيع ما يمكنش نهضر على غذاء واحد ونقول صافي انا سديت الاحتياجات ديالي من هذا المكون ومن هذه الكائنات الغذائيه الاخرى، لا، فهناك مجموعه اغذيه وادخالها للجسم عنده دور مهم، لان ما يمكنش نلقى في الطبيعه غذاء يتشابه مع الغذاء الاخر. فملي تنهضر على الفجل مثلا اللي هو غني بالكبريت، فما يمكنليش نجي ونقول ان غادي نلقى غذاء اخر اللي هو تيشبه الفجل واللي يمكن لي نعتمد عليه كذلك، فهذا ما يمكنش. اولا غذاء تيشبه البقوله، اولا غذاء تيشبه الخرشف، اولا غذاء تيشبه القوق. فهذه اغذيه قيمتها الغذائيه تختلف عن القيمه الغذائيه للاغذيه الاخرى، واستهلاكها في الموسم ديالها، انا تنهضر على الاستهلاك في الموسم ديالها. الناس اللي تيشدوا دابا القوق والجلبانه وتيديروهم في الميكا وتيديروهم في الكونجيلاتور باش ياكلوه في شهر 8 ولا في شهر يوليوز، فهذا ما تعنيش ان غادي يضرهم، راه ماشي غيضرهم، غير هما ما غاديش يستافدوا منه. الجسم ديالهم في هذاك الوقت الاحتياجات ديالو ماشي الاحتياجات ديالو اللي كاينه دابا الان فصل الربيع، مقارنه مع الجو، مقارنه مع درجه الحراره، مقارنه مع الطبيعه اللي كاينه الان. لهذا فالاستهلاك ديال الاغذيه في الموسم ديالها واستهلاك الاغذيه اللي كاين الان فصل الربيع تبقى نقطه اللي هي ضروريه واللي خصنا نركزوا عليها. انا ادعوك سي نبيل عياشي باش تشوف معايا كيفاش البرانيين تيشوفوا الطاجين ديالنا. فانا وانا تنبحث في الموضوع ديال اليوم تنقلب على شنو هي هذه الوصفه اللي نقدر نقدم للمستمعين اللي تضم خضر خضراء دابا اللي رايجه في السوق واللي نتنفعوا منها باش نسعدوا الفصل الصيف. فقلت جلبانه والفول، ياك جلبانه والفول موجودين دابا الحمد لله، غندير طاجين. الطاجين ما تنديروش بزاف حنا جلبانه والقوق، وانا تنقرا جلبانه والفول جلبانه والفول يا ربي، لقيت كيفاش الاوروبيين تيصوبوا دايرين طاجين طاجين، يعني الفكره يعني ما سيدويت فشفت هاد لا غوسيت جربتها وعجبتني بزاف، وانا تنشطرها مع كل مستمعين ديال راديو دوزام. ففحال الطاجين ديالنا العادي يكفي شويه ديال اللحم، هما الاحسن نديروا الغنمي واخا انت ما متفقش، لا مزيان ياك اللحم البصله، دونك غادي نديروا اللحم والبصله، غادي نقليو اللحم كالعاده بحال الطاجين ديالنا، غير بالنسبه للتوابل والطريقه اللي غتختلف شي شويه. بالنسبه للتوابل غنديروا سكينجبير، كمون، نعم الكمون، الخرقوم، فلفله حمراء، الزيست ديال الحامضه وعصير ديال الحامضه، وجوج معالق ديال العسل وجوج معالق ديال الزيتون. عجيب، جربوها، لان احنا عزيز علينا لي غودو، عزيزنا داك الملح والحلو اكزاكتومون. ياك العسل مزيان، زيت الزيتون مزيانه، صافي تنقل الحامض والعصير ديال الحامض، تنطيبوا اللحم في هاد التوابل مع هاد مع البصله، وطبعا تنمرقوا باش يطيب هاد اللحم، تنحلوا عليه، تنصبوا بجلبانه والفول ياك تيطيب شي شويه، وتنزيدوا عليه شويه القزبر. تبارك الله عليك، لذيذ جدا. انا بدا غادي يعجبني حيت انا جيم هذاك لو كوسا لي سكري، انا تنحمق عليه، انا جادور لو يعني الطاجين واخا تيكون بالخضره تنزيد فيه الزبيب ولا البرقوق، لا تيجي غزال تيجي غزال. وهنايا يعني طاجين ربيعي
100%. فيه جلبنه، فيه الفول، غير كيف ما قلت لك هي رؤيه جديده للطاجين. لما لا نجربوها. هذا تغيير ايجابي، اضافه امور اللي هي ايجابيه واللي بطبيعه الحال غتكون مفيده بالنسبه للجسم ديالنا. تبارك الله عليك. نذكر بالتوابل: سكنجبير، كمون، خرقوم، فلفله حمراء، زيت ديال السيترون والحامض العصير ديال السيترون كذلك، جوج معالق كبار ديال العسل، جوج معالق ديال الزيتون مع البصله واللحم، نمرقوا ونطيبوا هذا الشيء كامل ونزيدوا عليهم نصبوا بجلبنه والفول طبعا. الصحة والراحه، وغدا نتلاقاو ان شاء الله في كل وتمع اخر دائما على امواج راديو دوزامان.